اليوم إن شاء الله حفل تخريج الدفعة الثامنة من كلية المجتمع، اليوم 17 يونيو 2019. محمد خالد أبو موزة، جمال محمد علي بيافري، جاسم عبد الله العبيدي، محمد عبد الله العبيدي، محمد مرداس الدوسري مع مرتبة الشرف، عبد الرحمن إبراهيم العيمي مع مرتبة الشرف، عبد الرحمن علي المري مع مرتبة الشرف، علي عبد الرحمن عيسى سويدي مع مرتبة الشرف، عبد الله سعيد ناصر الجفاري العيمي مع مرتبة الشرف، علي غانم المهندي مع مرتبة الشرف، محمد مسفر الحميدي مع مرتبة الشرف، حسن عبد الله الخرط، محمد سامي الشمري، سلمان خليفة رميحي، عبد الله احمد ابو عنين، الدبلوم المشارك في العلوم محمد احمد الماجد، خليفه ابراهيم الشيخ، خالد بن علي، أحمد سالم الخليفي، عبد الله مهنا الفضالة الصليطي، حمد راشد الريزيك، محمد عيسى الناصر، محمد علي الحداد، محمد عبد الله السبيعي، حمد جاسم رجب، فهد الحرمي، عدنان محمد السيد، thank you.
من الخريجين من كلية المجتمع، افتخر فيهم شبابنا. ساكم على القوة، مبروكين ان شاء الله يا شباب. مبروكين ان شاء الله. إصرار وفي أعماقنا أمل، لا يعتري خطواتنا يأس ولا سأم، وإذا الحياة مصاعبا سنخوضها جلدا، وإذا الجبال طريقها فطموحنا القمم. حضورنا الكريم، تفخر كلية المجتمع اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلابها وطالباتها الذين سيرفعون بإنجازاتهم على قطر ليسمو عاليا في سماء العزة والكرامة. وخير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ يوسف عاشير، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. نحن بحاجة للاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل والمبادرات البناءة والاهتمام بالتحصيل العلمي والاعتماد على النفس، وهذه ليست مجرد أماني وأحلام، فأهدافنا واقعية وعملية وتقوم على استمرار الروح التي يظهرها القطريون، بحيث لا تكون موجة حماس عابرة بل أساسا لمزيد من الوعي في بناء الوطن. يتميز بالطموح.
المتغيرات اليوم للأجهزة الحكومية في العالم هي مواكبة المتغيرات البيئة الاقتصادية. وأضاف برنامج الإدارة العامة في كلية المسلمة في قطر إضافة قيمة ليخدم هذا النوع من القطاع، وأنا فخور جداً أن أكون واحد من خريجي كلية المسلمة ليخدم هذا الجزء من القطاع. الإنجازات الكبيرة اللي شهدتها بلادي في الفترة الأخيرة خلينا نفتخر عشان نكون جيل شهد هذه الإنجازات، وكلية المجتمع أتاحت الفرصة أن نكون جزء من هذا التطور بطرحها برنامج إدارة الخدمات اللوجستية والإمدادات لنساهم في تعزيز جهود بلدنا الحبيبة قطر لتصبح مركز لوجستي إقليمي. واليوم أفتخر بكوني من أوائل القطريين المتخصصين في هذا المجال. المثابرة والإرادة ستحقق في الكثير من مكانات الصعوبات. التحاقي ببرنامج الهندسة التكنولوجية ساهم في تطوير مهاراتي وتعزيز خبراتي في مجال عملي. اسمي ميمة جاسم، خريجة كلية المجتمع تخصص الأمن السيبراني والشبكات، أعمل حاليا في وزارة الداخلية كفني أمن معلومات. ليلى والدين عنتر وعبلة، وايد أعمال غير تخيلت نفسي أكون جزء منها. كبرت وحلمي كبر معي أني أكون جزء من هالمكان، أشارككم قصة وأقدم ذكر وأسمع تصديقكم وتشجيعكم لي. حضورنا الكريم للكلية كلمة تشاركها مع أبنائها وبناتها من الخريجين والخريجات في هذا اليوم المشرق بنور العلم والمعرفة يلقيها الدكتور محمد إبراهيم النعيمي رئيس الكلية فليتفضل مشكورا. وفي هذا السياق لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والامتنان لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة
آل ثاني على تفضله برعاية هذا الحفل وتشريفه لنا ولكل من حضر يشاركنا فرحتنا وابتهاجنا. حفلنا الكرام بخطى ثابتة وعزيمة صادقة واصلت كلية المجتمع رحلتها نحو التميز والريادة نحو تحقيق رؤيتنا ورسالتنا، مستعينين بالله أولا وبدعم قيادتنا الرشيدة ثانيا وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفضل حفظه الله، متسلحين في ذلك بأحدث ما وصل إليه العلم من المعارف والمهارات وطرق التدريس والوسائط التكنولوجية بنخبة من الأساتذة المتميزين في مجالاتهم، واثقين في قدراتنا على تخريج كفاءات قادرة على التنافس والعطاء في عالم متغير لا مكان فيه المتكاسل أو المتواني، وها هي ثمان جنينا بين أيدينا نفخر ونباهي بها. الحفل الكريم، لقد بدأت كلية المجتمع بطرح برنامج الدبلوم المشارك بالعلوم وكذلك الدبلوم المشارك بالآداب، ثم ما لبثت البرامج تترى وتتنوع مستحدثة تخصصات جديدة على مستوى الدبلوم والبكالوريوس لرفض سوق العمل بما يحتاجه من الكفاءات القطرية المتميزة. وقد تضاعفت أعداد الخريجين في السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ عددهم هذا العام 890 طالب وطالبة مقارنة بأول دفعة من خريج الكلية في عام 2012 الذي بلغ فيه عدد الخريجين 11 خريجاً وخريجاً. ومما يعزز من فرحتنا هذا العام أننا نحتفل بتخريج الدفعة الأولى من بكالوريوس الأمن السيبراني وأمن الشبكات الذي عدتهم الكلية ليسهموا فعالية في تطوير البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية وكذلك في التصدي للتحديات الإلكترونية المتزايدة والمتطورة في مجال أمن المعلومات والاتصالات، وكذلك نفخر بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم المشارك في إدارة الخدمات اللوجستية والإمدادات في إطار حرص الكلية على بناء الكوادر الوطنية المؤهلة لتشغيل البنية التحتية اللوجستية ودعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي. كما نحتفي اليوم بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم المشارك في الهندسة التكنولوجية لتلبية احتياجات الجهات الحكومية والشركات المتخصصة من الكفاءات القطرية القادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل المتطورة في مجال الهندسة التكنولوجية. وبينما نمضي قدما لتحقيق مزيد من التقدم والإنجازات على مختلف الأصعدة ونتيجة لما أسلفت ذكره من أقوال الطلاب، فتحت الكلية فرعها في مدينة الفور لخدمة المناطق الشمالية بما يسهم في تقديم خدمات تعليمية متنوعة ورائدة لطلابنا وطالباتنا الأعزاء. وكذلك تحرص الكلية على التعاون مع المؤسسات التعليمية الوطنية بهدف استثمار الفرع الجديد لطرح مجموعة من البرامج والمقررات والدورات التدريبية التي تخدم المناطق الشمالية. وفي إطار التعاون الفعال والمثمر مع جامعة قطر، وضعنا خطة لتحقيق انتقال سلس للطلاب الكلية إلى الجامعة من خلال تسيير عدد من البرامج المشتركة، من بينها برنامجين الدبلوم المشارك في الطفولة المبكرة والدبلوم المشارك في إدارة الأعمال. إن دورنا لا يقتصر فقط على تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب، بل يمتد إلى قرص قيم واتجاهات إيجابية في نفوس طلابنا، منها ضرورة التعلم المستمر والمتواصل وأن تكون الكلية نقطة انطلاق لهم في الحصول على درجات أعلى. والحمد لله قد نجحنا في هذا، ومعظم خريج الكلية لم يكتفوا بالحصول على درجة دبلوم، بل يمموا وجوههم شطر استكمال دراستهم والحصول على درجة بكالوريوس سواء كان في الكلية أم خارجها أم خارج الدولة، بل إن بعضهم الآن في طور الانتهاء من الحصول على درجة الماجستير، ومنهم من حصل عليها بالفعل، وهو ما يتماشى مع تحقيق رؤية قطر الوطنية والتي تؤكد على أن التعليم قاطرة التعلم والتميز والتطور. في الختام لا يسعني إلا أن أتوجه لكم بالشكر والتقدير والامتنان على تلبيتكم لدعوتنا وحضوركم ومشاركتكم لنا هذا الحفل، كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى السيد رئيس مجلس الأمناء والسادة الأعضاء لدعمهم المستمر ومساندتهم البناءة والجادة لتطوير الكلية وارتقائها، والشكر الموصول إلى السيد نائب رئيس الكلية والسيد عميد الكلية والعمداء المساعدين، وكذلك كل الشكر والتقدير إلى أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية على ما يبذلونه من عمل مخلص ومثمر وبناء، والشكر كذلك موصول إلى القائمين على هذا الحفل وإخراجه في أبهى حلة، فله
فلهم مني كل الشكر والتقدير. وأخيرا فإنني أشد على أيدي أبنائنا وبناتنا الخريجين والخريجات في ضرورة مواصلة التعلم، وأن يجعلوه شوقهم وتوقهم داعيا المولى تبارك وتعالى لقطرنا الأمن والأمان، وأن يحفظ قيادتنا ويسدد خطاها. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور محمد ابراهيم النعيمي رئيس الكلية. الحضور الكريم، دعونا نتعرف على مشاعر الخريجين والخريجات من خلال كلمة الخريجين التي سيلقيها بالنيابة عن زملائه الخريج حسن حمود المقري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بشرت به الكتب والرسالات محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، صاحب المعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، أصحاب السعادة الوزراء والشيوخ والسفراء، سعادة رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس الموقرين، سعادة الدكتور محمد النعيمي رئيس الكلية، السادة أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، أولياء الأمور وضيوفنا الأعزاء، إخوتي وإخواني من الخريجات والخريجين، السيدات والسادة، الحضور الكريم، مرحبا بكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال تعالى في كتابه العزيز: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. هذا التوجيه الرباني الذي سعينا وسعى رفاقنا لتحقيق ما امكن من مضامينه المتعدده قد اتى بثماره، وها نحن اليوم نقف امامكم لنجني تلك الثمار، ونرفع رؤوسنا بعز وفخار، ونتعهد بمتابعة المسار في حقنا هذا، والذي ما كان ليتحقق لولا فضل الله ودفع القيادة الرشيدة لنا نحو الأمام، متمثلة بسيدي صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، ومن قبله صاحب السمو الأمير الوالد صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه، والرؤية الحكيمة لصاحبة السمو الشيخ موسى بن ناصر حفظه الله في توفير فرص تعليمية مختلفة لكافة الشرائح المجتمعية. الحضور الكريم، إنني أتحدث إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي من خريجي الدفعة الثامنة، وأنا أستحضر شهوراً مضت محملة بذكريات الجد والمثابرة ومسارات النجاح ومنعطفات التحدي التي حفرت آثارها عميقاً في قلوبنا وعقولنا، لتكون منا خريجا قادرا على مواجهة الحياة ومتابعة مسيرة بناء الوطن، ومتطلعا كما يتطلع الجميع إلى مستقبل يحرضه الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار. إننا وأثناء خوضنا غمار الحياة، حين حطت بنا الرحال في رحاب كلية المجتمع، ما زلنا نرى ونلمس بأيدينا كيف مثلت هذه المحطة نقطة تحول لنا على الصعيد العلمي والحياتي المهاري. كيف لا وقد وفرت لنا الكلية من البرامج عددا متباين الاختصاصات والتوجهات، كيف لا وهي تستحدث لنا الجديد منها كل عام، هذا بالإضافة إلى نخبة متميزة من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية التي حرصت على غرس القيم فينا وإكسابنا ما نحتاجه من مهارات بقدر تنمية عقولنا بالمعارف والمعلومات. وإذ ذاك ومن هذه المنصة، منصة النجاح المكللة بالفخر والإنجاز، لي كلمة الأولى أوجهها لصاحب المعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة حفظه الله، إذ احتضانه للطلبة ودعمه الدائم للخريجين ورعايته الكريمة التي أينعنا في ظلالها عاما إذ عام، فالشكر له مبذول
وحق الثناء واجب ومكفول. الثانية لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وعلى رأسهم رئيس الكلية سعادة الدكتور محمد النعيمي وفقه الله، فأقول لم تدخروا جهدا في إرشادنا وتعليمنا، وحرصتم على تمكيننا من نواصي مختلف العلوم وإعطائنا مفاتيح الدروب وتوجيهنا، فطوقتم للجميل أعناقنا وأسبقتم فضلكم في حلنا ومآلنا، وبيد الحكمة ونور العلم حققتم آمالنا، فدمتم دار فضل لا ينقطع عطاؤها ومشكاة سرج لا ينطفئ ضياؤها. الثالثة لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وباقي أهلنا الكرام، إن كنا نحمل بأيدينا اليوم أوسمة التخرج فأنتم من أعطانا لها بعد فضل الله، يا من كنتم لنا عددا ومددتم يد العون مدا ولم تتوانوا عن تشجيعنا أبدا، نشيد بكم مدحا وحمدا وندعو الله أن يبقيكم ذخرا وسندا، وأن يخلد من فارقنا في الفردوس أبدا، وأن يعيننا على رد الجميل دوما. الكلمة الرابعة والأخيرة أوجهها للإخوة والزملاء من الخريجين والخريجات، إن حفل تخرجنا اليوم ليس نقطة نهاية الصبر وفي رحلة العلم والمعرفة، بل هو نقطة الانطلاق لعالم أرحب محليا وعالميا، نمارس فيه ما تعلمناه ونضيف إليه ما سنختبره قابلا في معترك الحياة. وإذ ذاك فإنني أحثكم ونفسي على مواصلة المسير والاقتداء بمن تبع درب السمو والارتقاء ولامس بطموحه عنان السماء ممن سبقونا من الزملاء في الدفعات السابقة، كما أذكركم بأن إنجازكم اليوم يحمل في طياته احتفاء بخوض غمار الحياة وتحمل المسؤولية التي تقع على عاتقنا الآن في تطبيق ما تعلمناه لخدمة الوطن، وحينها فقط نكون قد رددنا الجميل لوطننا الغالي الحبيب. وختاماً أهنئكم جميعاً ونفسي داعياً المولى أن يبارك لكم إنجازكم وأن يجعل النجاح والتوفيق في كل الأمور حليفكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والسيد الدكتور محمد إبراهيم العيمي رئيس الكلية، فليتفضل. أولاً الخريجون المتميزون من درجة البكالوريوس لولو محمد النعيمي بكالوريوس الآداب في الإدارة العامة، فاطمة الزهراء حريب بكالوريوس العلوم في كلية المعلومات والهندسة الإدارية وأمن الشبكات، ثانياً الخريجون المتميزون بدرجة الدبلوم جاسم عبد العزيز آل ثاني الدبلوم المشارك في الآداب، فاطمة مهدي الخلف الدبلوم المشارك في الآداب في الإدارة العامة. شكراً لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.